انظر لما قال عليه الصلاة والسلام للمشركين قولوا لا إله إلا الله وفهموا معنى هذه الكلمة، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. المشركون الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، هل كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله أو لم يكونوا يعتقدون ذلك؟ كانوا يعتقدون ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعتقدون أن الخالق الرازق المنعم المعطي المانع هو الله. لكن لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا أن معناها إخلاص العبادة لله والبعد من الشرك. ولو كان معناها أي لا خالق إلا الله يقبلونها أو لا يقبلونها؟ يقبلونها، لكن هم فهموا معناها وعرفوا مدلولها. ويوجد في بعض المنتسبين إلى الإسلام من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، هذه مصيبة، هذه مصيبة. انظر لما قال عليه الصلاة والسلام للمشركين قولوا لا إله إلا الله وفهموا معنى هذه الكلمة، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أمر في غاية العجب يقولون. وهذا يدل على أنهم فهموا لا إله إلا الله، يدل على أنهم فهموا لا إله إلا الله، فهموا مدلولها. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني جعل المعبودات بدل أن تكون كثيرة منات وعزة واللات وغيرها جعلها إلها واحدا، وهذا أمر عجيب يقولون. من أين عرفوا أنه جعل الآلهة إلها واحدا؟ من أمره لهم بأن يقولوا لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.